طموحي ان انا نفسي اخش النادي الاهلي. ليه بقى؟ كنت هقول لك يعني روح قررت تروح الاختبارات 2013 ليه النادي الاهلي؟ ان انا لما كنت بلاعب الاهلي وانا في وادي دجله، لا انا حاسس ان الناس كلها بتحب الاهلي، ان حاسس الناس كلها اللعيبه مميزه يعني. لعيبه النادي اصلا كانت مميزه، لعيبه الاهلي مميزه عن بقيه الفرق. يعني انا وانا في وادي دجله لا ده بص ده لعيبه الاهلي يا عم وبتاع ومش عارفه ايه وهم بيلعبونا. ودايما كان في رهبه يعني، فرقه الاهلي لما كانت بتنزل تلعبنا طبعا بتخاف، كنا خايفين وكنا قلقانين. حتى لو انت ما بتخافش او انت لعيب جامد، بس التيشيرت ذات نفسه تعمل له حساب، انت خايف. انت فعلا خايف بجد، زي ما بقول لك كده انت فعلا خايف. الخوف ده اصلا 50% من لعيب الكوره طبعا، يعني لو انت نازل خايف بيأثر عليك جامد جدا طبعا. فاللي هو انا فعلا كنت لعبتهم ماتشين اتنين فكنت خايف. جبت فيهم جون اول ماتش عندنا في وادي دجله، جبت فيهم جون. ساعتها احنا تعادلنا معاهم 1-1 وكسبونا هناك في الاهلي 4-1. انت فاهماني؟ فاللي هو لا ده حاجه حلوه، واللعيبه كمان هناك واثقه من نفسها وبتاع، واللعيبه كمان مختلفه. فلا رحنا لعبنا الماتش اللي هناك عندهم بقى، كنت اول مره اخش النادي الاهلي وانا مع وادي دجله. حاجه تاني بصراحه يعني، من اول ما دخلت من على البوابه وانا ركبي بتخبط. فلعبنا الماتش ده وخلصنا ومشينا. جت وادي دجله، كان حصل ما بيني وما بينهم كان مشكله كده وبتاع بسبب اخويا احمد، ان احمد اخويا ده كان بيلعب في وادي دجله. فقلت لهم انا كمان انا همشي. فقالوا لي اتنازل عن مستحقات احمد اخوك وايه وامشي. قلت لهم ماشي. قعدت في البيت قبل ما اروح الاهلي خالص، قعدت في البيت. بس اتنزلت اتنزلت ما هو اخويا فاهم، هو اللي معلمني الكوره أيوة وكمان اتضايقت علشانه. فاللي هو لا انا مش هكمل، انا مش هكمل هنا. انا اصلا جيت هنا علشان هو اصلا كان بيلعب في وادي دجله كمان. ايه بس يا كابتن كنت حققت خلاص وطموح كان تمام كرة. بس انا هو بقى هو كان فيرست تيم في وادي دجله اصلا احمد ده. يعني هو راح برده المزارع دينا فيرست تيم لوادي دجله. فاللي هو لا انا حسيت ان اخويا اولى من اي حاجه، مع ان انا خلاص حطيت بقى هدف قدامي. أيوة. وبتاع رجعت نقطه الصفر تاني. مشيت مش تلعب الفتره دي؟ لا قلت لهم انا، قالوا لي اتنزل عن مستحقات احمد اخوك وامشي. قلت لهم ماشي. هم مضيت خلاء طرف ومشيت. كانت ساعتها الدنيا ورقه كده كانت استغنى هي. فاكر اليوم ده حطيتها في الدولاب، فبقول لها انا مش عارف انا هوديكي فين تاني بقى. كان ده في الدولاب، قعدت 10 ايام ما بعملش اي حاجه. 10 في خلال 10 ايام دول احمد اخويا لاني متاثر جامد وبتاع زعل خلاص حبيتها جدا الكوره. حبيت الكوره بقى. فبقى ياخدني ونقعد نجري انا وهو في الجنينه وبتاع، ويقعد يعمل لي تمارين فيتنس وبتاع. ففي حد كلم بابايا كان اسمه كابتن حسن السيد، ده برضه بوجه له الشكر، ساعدني كتير وكان بيمرني. قال لي كلم بابايا قال له طب ما توديه اختبارات الاهلي. وكان وقتها في اختبارات الاهلي. كان ساعتها في اختبارات النادي الاهلي. طب وقت اختيارك يا كابتن كان اختيارك للنادي الاهلي عشان لعيبه انت بتقول واثقه من نفسها، ولا انت اساسا انتمائك اهلاوي؟ لا انا اصلا اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه يعني. انا عندي عمي ده، عم اشرف ده، كان بيسافر اليابان ويسافر افريقيا مع الاهلي وبتاع. فعيلتي كلها اهلاويه متعصبه جدا. حتى مامتي مالهاش علاقه بالكوره بس هي بتحب الاهلي جدا. فقال له وديه الاهلي او المقاولين او الزمالك. انا اصلا خالي دكتور نادي الزمالك. حلو. فقال له هاته عندنا وبتاع وهنأيده على طول من غير ما ينزل الملعب. فلما بابا جه عرض عليا الامر قلت له اروح اجرب في الاهلي. فعلا خدت شنطه هدومي الصبح وهو جه معايا وطالعين وماشيين. قال لي وصلنا قدام الباب بقول له ده النادي الاهلي. قال لي انت خايف؟ مروح. قال لي انت خايف؟ قلت له مش قوي الصراحه. بس قلقان. كنت خلاص بقى اكتسبت ثقه يعني. قلت له بس عادي قلقان لما ما ياخدونيش وانت تزعل. ان هو بابايا تعب معايا جامد قوي برده في الكوره، فلا انت تزعل او انت تزعل او انا ازعل، بس هو انا هشيل زعل هو اكتر. فقال لي لا اجمد كده وربنا هيكرمك ان شاء الله. سبحان الله دخلت. قالوا لي انزل غير من في اوضه اللبس تحت، وطلعت كان الفرقه بتتمرن. فالناس اللي هتعمل اختبارات دي في مجموعه تانية لوحدها. دخلت كان ساعتها كابتن احمد كشري اللي جابني. قال لي انت جاي منين؟ قلت له جاي من وادي دجله. قال لي خلاص ماشي انزل اختبارات مع الفرقه دي. نزلت. انا حرفيا كنت بعمل حاجات في الكوره قسما بالله العلي العظيم اول مره اعملها، اللي هو انا ما صدقتش نفسي. فنادى عليا كابتن احمد قال لي تعالى انت جاي من وادي دجله. قلت له قال لي طب خش امضي. قلت له بجد؟ قال لي يا ابني في ايه، خش امضي يلا. مش مصدق طبعا. وبابايا عيني واقف ورا السلك. دي اكتر فتره بقى انا بصي كنت فرحان اسعد انسان في الدنيا. خش امضي. فقلت له ماشي. فجاي كابتن محمود صالح.
فقال له هشام احنا اخترناه وبتاع معانا ومش عارف ايه. فكابتن محمود صالح بيقول لي مالك انا خايف ليه كده؟ قلت له مش مستوعب. قلت له لا يا كابتن معلش هو الرهبه بس، انا مش خايف والله بس هي الرهبه بس وبتاع. قال لي طيب خش يلا امضي وبتاع مش عارف ايه. فبابايا بيقول لي وانا طالع بقى فقال لي ها بيقولوا لك ايه؟ قلت لي همضي. قال لي ايه بجد والله؟ قلت له والله. قال لي طب خلاص يلا. قلت له يلا ايه بقول لك همضي. قال لي ماشي. فالمهم دخلت جوه قالوا لي معاك الاستغنى. قلت لهم لا دي في البيت. قال لي طب خلاص هاتها بكره او بعد بكره. من خوف بابايا لا يحصل حاجه قال لي خليك قاعد راح جابها لك. بصي انا في مدينه نصر. أيوه. نزل الهرم. أيوه. راح جابها وجه وقام حاططها وبتاع واتصورت انا وهو سعيد وكابتن احمد كشري ورجعنا. طول بقى طول الطريق واحنا راجعين كلم مصر كلها. قال لمصر كلها. انا هشام دخل الاهلي. المهم دخلت البيت والدتي ما كانتش تعرف ان انا رايح الاختبارات بتاعت الاهلي خالص اصلا. ان هي بتزعل جامد قوي لما واحد فينا ايه مش يفشل في حاجه ما يحصلوش سوء توفيق وبتاع بتزعل جامد. عرفت خلاص لما انضميت. فانا بفتح الباب بتاع فبتقول لي انت كنت فين؟ قلت لها كنت في الاهلي. سابتني ومشيت. حتى ما سالتنيش سابتني ومشيت. عارفه يعني. عارفه ان انت مش هتخش الاهلي. فقلت لها طب قولي لي مبروك حتى. قالت لي ايه؟ هي منقبه فرفعت النقاب. قالت لي ايه؟ انت دخلت الاهلي؟ قلت لها يا حبيبي يا راجل. بس طبعا دخلت الاهلي. قعدت في الاهلي.